أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض صدق الله العظيم
ولله غيب السماوات وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را صدق الله العظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا
تقف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا صدق الله العظيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آبائك كما أتمما على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم قد كان في يوسف وإخوته آيات آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
قالوا يا أبانا صدق الله العظيم. أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. قالوا فلما
الهموم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وبشر الصابرين الذين إذا صلتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا فضل إيمان الإسلام. كانت هذه التلاوة المباركة من صاحب فضيلة الشيخ محمد عبد الغني بركات القارئ والمبيئين بيتين برود إدارة الصوت والضوء إدارة أولاد الحج فالحر المقيمين بكرة البهي معزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.